لي تقريبا اكثر من شهرين وانت تتواصلي مع الادمين باش انك تدوزي معنا في البرنامج ياك فانا متشوق اشيماء نسمع القصه ديالك والله انا متشوق نسمع ليها فتنتمنى من الناس اللي تتفرجوا بعدا كلشي خلي جيم كومونتير واللي ما مشتركش يشارك شيماء تفضلي عاودي كاع داكشي اللي بغيتي حتى نسمعوك شيماء شكرا بزاف خويا فطر بعدا طلعتي اللايف مرحبا حيت شحال هادي وانا كنستنى مرحبا كيما كيجي السبت والجمعه الجمعه والسبت حيت كنسول واش كاين لايف كاين لايف كاين لايف شرف لينا والله الله يكبر بك شيماء تفضلي شيماء يا خويا فطر انا قصتي بدات تكون صغيره اها عمري كيف عمري 17 عام كنت كنقرا اها كنت كنقرا كان عندي باك اها تعرفت على واحد الولد اها وديك الولد بوحدو اللي عند والديه اها كملي شيماء وتعرفت عليه في مدرسة كنا كنقرأ أنا وياه في نفس المدرسة كنا كنمشيو أنا وياه كنجيو أنا وياه في التقديم كنت عارف ناس كنا كنمشيو أنا وياه وكنجيو أنا وياه كنا كنمشيو هكا قال لي أنا براني ما كنعرف الشيء هذا باش كنا نكون أصدقاء قلت لي ماشي مشكل نكون أصدقاء ماشي مشكل حيت هو كيسكن حدانا كنا كنمشيو مرة أنا وياه كنمشيو مرة ما يمكن وقت العام في الامتحان كيفاش كيحفظ معايا كنحفظ معاه كيجي عندنا كنمشي عندو نتأنا أي واحد النهار واحد النهار كنا نمشي للمدرسة وقال لي أختي شيماء قلت له شنو قال لي أنا فكرت في الجواز قلت له علاش كتفكر في الجواز يا محمد وأنت باقي صغير ازاي الحياة قدامك قال لي لا انا فكرت في الجواز ما بغيتش نقراك عارف اللي درت فيا ديك الشيء علاش قلت له لا حاولي بعدا تجلسي حاولي تجلسي حاولي تجلسي قريتك جلسي بعدا جلسي فشي بلاصه جلسي باش تسمعوك مزيان يلا كلشي دير جيم وبارطاجي وعندي الناس العزيزين عليه قلت له قرا قرايتك هي اللي غتنفعك وما الجواز محوق وقتاش ما كان قال لي لا انا والدي صرا لي نتزوج وما عندهم حتى شي واحد في الدوم الدنيا غير الا انا خصني يفرحوا بيا قلت له اي غير يفرحوا بيك ولكن بلاتي عليك ما تسرف في الجواج قلت له ما تديرش راسك دابا دير المستقبل ديالك قال لي لا والدي احنا عند الخير موجود والدي غيموتوا وغيخلوني انا هكا زري قلت له شوف واخا يموت والدي كل ميم حي دار ضروري دير الحياة ديالك ولكن ماشي دابا دابا راك باقي صغير عمرك 22 سنة وانت غدير على راسك دابا قال لك لا قلت له خويا انت تعرف ميم قلت له يسهل عليك قال لي ولكن خاصك تعرف باش غنجوز انا قلت له باش غتجوز قال لي عندك انت قلت له لا ما تقولهاش قال لي لا والو انتي كنتي انتي اللي عجبتيني وانا قلت لوالديا انا تردت قلت له لا حق انا ما نقدر وانا بقى صغيرة وما زالت نكفكر قريت نقرا ومزروباش قال لي لا والو القرية ما عندها بتنفعك وما عندك ما تدير وانت بقي تبقي غير الدار قابلي غير والديا وما خصك حتى خير قلت له لا ما نقدر حيت انا ماشي الشريه قلت له حيت انا خصني نقرا نوصل لديك اللقطه اللي كنتمناها اي بنت ما يمكن كان مشو انا وياه كان هذا كنوازت كنواتي ما بغيتي تتوازى صافي مي درت فكره الجو مي انا عرفت ان ما غنديش ايوا من بعد سقط والدي عند والدي عند والد ديالي مني صفات والدة ديالو عند والدة ديالي قلت لي يا فلان بغيت ديك جات عندي يمه ما تهضرها في حسابك
قلت لها الوليد انا ما نفكرها قلها لما فكرهاش بشويش دابا. الوليدة ما صافي درت معايا راك نتي تعرف بنتي قرار بنيتك نتي تعرف اللي بغيتي ديري نتي ديري. الو تسمعك شيماء كملي. الو تسمعك شيماء كملي. الو تنسمعوك شيماء كملي. الو تنسمعوك اختي. ايه هذاك بقينا صافي انا مي مرفات ما بغيتش قلت له مي بدا نتك عندك ساعه مكر بعد المدوزه ديال العام هذا والعام الثاني ونفكروا مين مشينا واحد النهار كان عندنا صاحب عيد ميلاد اللي كان عندها عيد ميلاد عرضت لنا مشينا عندها وكيا انا مشينا انا وياه مشينا كان عندها هي بالليل مشينا المهم بقينا كيا يلا قلت له انا نشوف حنا محمد قال لك بلاتي يلا حنا من محمد ولا بلاتي مين انا بقينا حتى شي 10 الليل هكا كنا 11 الليل مين كنا رجع في الطريق حسيت براسي بالطوق هكا ديني وبالطهور ما عرفتش راسي مجدية خصني ميم غير نوصل تا خصني غير الناس وانا عارفة راسي ديك الليلة هاديك ميم ما غدوز بخير على خير حيت صافي مي دار سيتر فيا حين ميم حاسة راسي ماشي هي هاديك ميم خلي سكرانة كاع ميم فنشلة وهو داير لي المول الكاس بغي نعس ندير لي الناس حيت هو اصلا كيشرب واحد الكين ديال النعب اللي كيما كيجيش الناس وقيله وكيشرب واحد الكين ديال الناس اش كاين ناس مين انا فاش صافي مشينا في الطريق كي صافي ما عرفت راسي فين صبحت لقيت راسي ناعسة معاه في البيت الدار ديالهم ناعسة معاه في البيت صافي الصباح لقيت راسي صافي ديالنا اغتصب لي وين وقت كان كي هادي صافي قال لي شو دابا ما بقات حتى شي حوائم غتعبيني ولا صافي غتبقاش هكا نبقى ماشي عزبة قلت له انا صافي قلت له شفت انا غنعبك صافي انا خديت القرار ديالي ولكن هذا الاتفاق هذا غيبقى بيني وبينك تقولهاش الوالدية وانت ما تقولهاش لوالديك صافي مين ما قلت لهمش انا حد الان راه ما قلتش الوالدية لانها تعدى عليا بقات بينو وبينو صافي مشيت للدار هضرت مع الوالدة قلت له صافي انا قابله عندك الدري نعبي صافي قالت لي انا قابله امي سيمانة دار فيه كل سيمانة خطف فيه وقدنا فيه صافي دار العرس فيه دغيا سيمانة اخويا بطل سيمانة تا كنت في الدار معاه مين خويا بطل بقيت هكايا صافي انا وليت كنستعمل مع الكنينة واخا كنا زمان ما كنشرب كنستعمل مع الكنينة كني كنستعملها التخبعية ما كنوريهاش وهي بطل مين دوزنا كايا شي عام تمايا ملي البنات كيقولوا لي ودي راجلك كيدير الفيسبوك ديال البنات وكيدخل علينا كيدخل على هادي كي ما تيقتهمش انا كيقول مين كانش راجلي وهو كعارف الزواج الانسان اللي كيكون الوالديه بوحدو كيكون في الشاش بزاف تروح هاد الدرجه ملي كنقول له انا ودي واش كاين شي حاجه قال لا كيضحكوا عليك هادي ماشي مشكل درت عين طمست وعين ما شافتش ما ريت صافي درت مشيت معاه في ديك الطريق شويه كان قلت درت الفيسبوك وبقيت كنبغي نراقبو نعبي له الكود ديال الفيسبوك ديالو كاين كندخل لزميل الفيسبوك ديالو كنلقاه كي عرفتي عنده اكثر من 5000 واحد ديال الرجال غير الرجال حناش البنات مزيان مين عنده غير الرجال عرفتي هاد الرجال مين بزاف ميم كيش تعليم بأن هو بنت بأن راه زعما كيمثل راسه بنت بأن راه كيهضر مع حسابي أنا فهمتي كيفاش ما فهمتش كيهضر معاهم بأن بنت بيقبلي أنا زعما ملي كيبغي يقول هو صيفطنا التصاور ديالك ولا حقك علاش هو داخل بكونت ديال البنت ماشي الدري هو مصاوب فيسبوك ديال البنت ديال البنت واخا عنده اكثر من 5000 راجل في داك الفيسبوك راجل غير رجل ماناش العيال داك الرجال وتيهضر بسميتك مع دوك الرجال منك وتيصيفط لهم تصاورك
تصوري امي كيقول له صيفطنا التصاور ديالك. هذا راجلي اش راه كيصيفطوا التصاور؟ هذا راجلي. اه صافي انايا البنات واحد اي واحد البنت صاحبتي فتزوجات. اه واحد النهار طلقتني قالت لي شي ما غنهضر معاك واحد السؤال ما ديش قال لي بالصوت مني. قلت لها اختي بحالاش؟ قالت لي شوف راجلي اللي صيفط لك التصاور ديالك. قلت لها ما كيصيفط لي التصاور اللي كيصيفط لي التصاور ديالي. قلت لها واه. قالت لي اختي واه. خليني ما تيقتينيش انا شوف راجلي راه كيهضر معاه وكيصيفط له التصاور. قلت له البنت انا كيعرفها راجلي جا عندي قال لي واش كتعرف هاد البنت؟ قلت له انا اللي كنعرفها وكنعرفها بزاف مجوزة مجوجة. قال له انت راه كتهضر معايا. طلقتني قالت هذه. قلت له انت كتهضر مع راجلي؟ قلت له لا انا ما كنهضرش مع راجلي. قلت له انت كتهضر مع راجلي تما بيت كنعرف انا بانه هو راه كيهضر مع الرجال هذا فهمتي؟ صافي ما قلتلوش ما قلتلوش ما بغيتش نقول له ولا شي حاجه. المهم صافي واحد النهار ما عرفت كيفاش صيفط شي واحد الصوره ديالي وقال له قال له صيفط لي الصوره ديالي انا صيفط له النص وقال له صيفط لي فوتو كامل زعما صيفط لي فوتو ديال كامل وقفه على اساس انت زعما اساس انا صيفط له الفوتو ديالي كله ما صيفطوش غير النص. اها غير وجهي. اها وقال لي زعما عطيني شي اشاره باش نطيقك باش نتينا هي هذه اللي كتصيفط لي. زعما عطيني شي اشاره فهمتي ديك الاشاره بحال هكا زعما قال له ديري يدك فماك ولا دير يدك في راس دراك ولا المهم دير هكا ما عرفتش. حتى قال لي جي نتصور هكا دير هيدا انا غنبان يعني كنعرف المراه مع الراجل ما كيكون في البيت ما كيكون ليا كنضحكوا ماشي يعني تصورك عريانه يعني تصورتي مع عريانه انا لا ماشي عريانة غير هيدا زعما تصاوب باش تأكد زعما يتأكد باش هذا كيتأكد اوكي ايوا باش يتأكد بان انا اللي كنهضر. كاين هكا بزاف. واحد النهار صافي طلعت ليا القدرة الراس. اجي محمد نتينا كتهضر بسميتي وكتعمل هادي وكتعمل هادي لا ماشي اما وهادي وهادي. قلت له شوف قلت دابا اجيني من الاخر وقول لي حيت انا عرفته مني ما كينعس معايا مني تجوجنا انا وهي كينعس معايا نعسه برا وحده. اها بس انت مني عرفتو تسمى عرفتو انا صافي ما كيبغيش مني ما كيحماش العيال كيبغي غير الرجال كيحمق على الرجال. او مني ما فيا بابا الراجل اللي زوين كيدخل عنده كيبغيه اللي مزيون كيلقى من الدور كيصيفط له اللي لقى من ماشي كيلقى بعادي اللي كيلقى من كامل المدينه ديالنا كيصيفط له اللي كيلقى من المدينه ديالنا كيصيفط له. واو اها شي واحد النهار واحد النهار كيهضر مع شي واحد قال له حق صيفط ليا صدرك عريان. مين انا لا صوم بيا ما عليا هو جاي كيصوني كي يتماس معايا كيصوني بصدري مام صافي تقاتلت معاه تقلقت من تقاتلو انا وياه هادي رمني وضربت ضربني هكا ربط لي يدي زيان الحمر ربط لي يدي بقى كيصور فيا المهم اللي طلبو هو يصورو فيا كيصيفطو له. واو واو نقطة هاك صافي انا غدا منو مشيت عند والدتي ديالي صافي غدا منو زيد حوايجي مشيت عند والدتي ديالي بخايف مني مشيت عند والدتي ديالي ما هضرت ما تكلمنا ما قلتش شي حاجة مشيت عند والدتي قلت انا ما رجعتش ديك الدار انا غنبقى هنا علاش قلت له مي كيفاش 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 اجي مي قال لك هي هو قال لك واحد الانسان قال لك الام هي الام اما الاب هي لا والله عليك العقل. الام ديالو قطعت معايا اما بابا حرام تبقى معايا خويا قطار عرفتي با انا مبليه بالقمار مع هاد الحرام لابس عليه كيعطيه الفلوس للبا كيطمع له كيعمر له عينو اكي خيالي شحال بغيتي هادي بغيتي صافي داو نيشه بالفلوس ما كيشوفوها له مي ملي عطيتو الفلوس صافي واحد النهار وقع المشكل بينه وبين هكا جا عندي واحد للدار تخيل عليا للدار واحد جابو عندي للدار قال له الا بغيت قال له حق انا دابا صافي دخل معاه في الموضوع مني لقى راسو ما جا عندي للدار انا دابا بلاتي انت رجعتي عندو للدار رجعتي عندو رجعت عندو للدار اه وجاب واحد خورة خويا بهدار اه
بي اسيس. دابا انا غنقول له حتى تنعس مع راجلي وعاد تنعس معايا. دابا انا نقول هذا زعما انا نقول له نعس مع راجلي الاول وعاد نعس معايا انا. دابا قال لك هادشي باش تقولي هاليه. دابا هو قالها له اهو. دابا هو اللي كيهضر معاه. قال لي راه قالت لك مراتي زعما. دابا انا كنقول له زعما حتى الناس مع راجلي حتى الناس معايا فهمتي. هو اللي قال له زعما هو اللي كتب له قال له الناس معايا. تفهم قلبها انت. فهمتك صافي. ملي دخلت رجع عندي قال لي شوف هي عندنا واحد الضيفه كتهلا فيه ولبس مزيان. هادي قلت له ما نلبس مزيان لبس لي كنت حتى نلبس للضيف. لا الضيف مهم. هادي امي ما عرفت تما كاين الناس غير يوقع مشكل. شني درت انا دخلت للقصه اتصلت على خويا قلت له خويا انا احتاجتك دابا اجي عندي للدار. هذاك جا صافي جا دخل عنده ميم قال لي يلا دخل عنده شفنا عليك السيد. انا قلت له خويا قال لي شني قلت انت مجوج. قال لي لا مازال. قلت له دير راسك بلاصتي انت مجوج وعندك مراتك ولا عندك اختك ولا عندك اماك وجا شي واحد هكا يا ما كيسواش. وقال لك لا ما نديرهاش. قلت له انت كتبع هذا. قال لي لا انا عجبتيني وهادي وهادي. دابا ما كاين امي صافي السيد باه دخل عنده هو قال معاه ولا ناس معاه ولا قدا شغله معاه. مين قداش ولا معاه؟ اسمعي بي انا كل كلمه تقوليها بلي بالصحه شي ما راه فهمو بزاف. حلفي بان كل بصح نعم قلت لك حلفي بان كل كلمه تقوليها بالصح. اقسم بالله خويا بطل لك نقول لك الصح. انا راه شوف انا راه دابا شوف انا مش المهم مراسا مع السيد خلاص تخبغ يدخلني انا بقيت كنضربو انا ويا هادي بالحمزيه عندك ديك الراجل مع تبارك الله غليظ صحيح. مين بغى يشوفني عنده تقاتل مع هادي وانا خليت خويا عرفت غير زرق الباب خلي رميت السلم تحت الباب. خليت خويا تحت الزربيه عندي تحت الباب. قلت له الا جيت لقيت الباب مسدوده فتح الباب الزربيه وعندي تحت الباب. المهم اللقطه اللي جا خو من كيبغي غير يشوفني دخلني لنا خويا دخل صافي دخل خويا بواحد مين انا عارف خويا غيدخل غيحشي في شي موس. مين دخل بقيت قتل هو خويا. قلت له صافي زيد تحت السوق. مين فرقت خويا قلت له اجي عندي انت. هو هرب هرب. جيت حالي مشينا انا وهي بغيت محمد. قلت له شو ما تضربوا ما والو يلا فحنا للدار. مشيت للدار عند والديا قلت له انا راه كيفاش وكيفاش. امي مشيت عاودتها عاودتها للدار. وبا هو اللي ما بغيتي ولا كتحك عليك وخاصك تهنى منه والناس لاباس عليها الناس عندهم الفلوس عندهم غير دري واحد غتملكو معاها غتعملو معاهم خاصك تبقى معاهم خدم معاهم. قلت له قلت له الوالدة واش هو السيدة راك عارفة شنو كدير. لا هادي كيف غنبقى. قلت له با إلا كيعطيك الفلوس باش تخمها ماشي مشكل. أنا خرجت نخدم فيها بعاك هكا هلك وسقمر بها ولكن ما تخلينيش من ديك السيدة ولا نتينا بالطحان. هادي ممكن كنقتلو أنا ويا مي نبوس 15 يوم عند الوالدية. واحد اللقطة عرسيني رجعت ديك البطل عنده. مني رجعت عندو على الدار دخلت قلت ليا يماه قلت له ولدك هذاك راه ماشي راجل. ولدك راه طلع غير راجل اشني كيعمل. لا ولدي مقصر ولدي انا كيعمل ولدي ولدي ما حتى شي اي وحده كتمناه انا ولدي. قلت له ولدك خالتي راه حتى شي وحده ما غادي تعبيه انا كنعور ولي طمصوني ديتو. لا انا اللي قبلت عليك هو اللي قبل عليك وهادي قلت له خالتي احسن دير طلقوني مشي بحالي ما نبقاش مع ولدك الا في عيالي تمنى تعبيه. طلقني انا رجع بحال عن والدي. لا كيبقيت رود الحام كيقول لنا لا انا بغيت كتكتب عليا مراتي مزيانه. اجي واحد النهار بيت له التليفون وانا كنباسي كلشي عندي الكات ميموار كان فيديوهات وكتصور وكاكل. فين دخلت قلت له شوف ولدك شنو كيدير وشنو كيعمل وشنو. لا ولدي انت كتعميه ولدي انا كيعمل ولدي هادي. مين خالتي ما تقاتش مين خويا بطل بقيت معاه هكاك ماشي معاه. مين من عزم كيمعش معايا واحد النهار قلت له نسولك محمد لازم تجوزني انا وياك ما كيتعش معايا وما كيعجبكش البنات. قال لي انا ما كيعجبونيش البنات كيعجبوني الرجال. الو وشافك يدير جيم وبارطاج ما يحبش. الو القصه اللي كانت قبل من هذه اللي وقفت لي الراس
راجلها كان تيصورها وكان تيصيفط لصحابه، ماشي صحابه عفوا، كان هو بين قوسين ملون، تيهضر بسميت ديال مراته وتيصيفط مراته عريانة للرجال، أراك غادي يجيب واحد السيد ويقول له شوف راه قالت لك مراتي غلط معايا عاد غلط مع مراتي. هنا خليناها نحاولوا نعاودوا نربطوا بها الاتصال، ربطوا بها الاتصال شيماء. يلا كلشي يدير بارطاجي، اي واحد يتفرج بارطاجي، كلشي بارطاج بارطاج بارطاج، الله يجازيكم بالخير. يلا كلشي بارطاجي بارطاجي. مازال قصص اخرين، يلا كلشي يدير بارطاجي باش نزيدكم مور قصة شيماء، نزيدكم قصة اخرى. يلا كلشي بارطاجي الاخوان، الله يجازيكم بالخير. يلا الاخوان كلشي بارطاجي. شيماء، شيماء الو، نتمنى واش لك الكونيكسيون ما نكملوش من عقل نعافك، انا بغيت نكمل القصه ديالك. عندك شيماء نكملو من عقلنا. شنو نقول لك اخويا بدار؟ كاين باش كاين باش كاين الرجال ياك، وكاين الشمايل والنساء والبنات، كاين البنات الاصليين وكاين الرهود. حيت ملي سمعنا القصه ديال الراجل كنقول خلاص شوف الراجل شنو يدير مع البنت والبنت شنو يدير مع الراجل، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. كما قلت انت سبحان الله والله. شيماء خليناها انه جاوب لك شي واحد من تما وقال لي قالت لك مرتي غلط معايا عاد تغلط معك مرتي، ناد داك السيد نعس مع راجلك، انتي جاوب بغي يدخلوك صحة، كنتي ديجا عيتي لخوك وخوك كنتي مخلي ليه الزاروت تحت الباب، جا كان باغي يضرب معاه وقلتي لنا مورها وقيلة عاودتي رجعتي ليه ياك ياكي شيماء. وي كنسمعك. ياك هنا فين خلينا؟ خليناها في الجاخوك كان باغي يدابز معاك، ولكن الاب ديالك كان تيقول لك غير رجع ورجعتي عاوتاني واقيلا ياك. رجعت عنده بغيت الله. كنتي سولتي واحد السؤال، اسمح لي وصلنا بالضبط، انك سولتي واحد السؤال قلتي لي علاش افلان انت عزيزين عليك الرجال وانا ما عزيزاش عليك. سولتو خويا بعدا، قلتو علاش انت عزيز عليك الرجل ما عزيزش عليك البنات؟ قال لي انا ما عمرني في حياتي تصاحبت وما عمرني في حياتي حبيت شي بنت، اكثر هي كيعجبوني الرجال. قلت بحال زعما انت كيعجبك الرجل ما كيعجبكش البنات؟ قال لي ايه، قلت حيت انا كنعرف الرجال، حنا البنات كيعجبونا الرجال والرجال كيعجبهم البنات. قال لي بالعكس انا كيعجبوني الرجال قسم البنات. قال لي انا ما عمرني هضرت مع شي بنت. صافي تما عرفتو ماشي هو هذاك. قلت دابا انا مرتك وكدير فيا هادشي هذا وعلاش؟ قال لي اصلا انا عجبتيه انت زوينه داكشي علاش تزوجت حبيتك غير باش نصيد فيك. قال لي انا عجبتيني حبيتك غير نصيد فيك بنجيبك الرجل ينعس معايا. صافي مين خليت معاه هيداك، صافي بقيت معاه هيداك مهم. صافي واحد النهار قال لي صاحب واحد صاحبي هاي اللي بغينا نمشيو نقصرو معاه ونتعشاو معاه ومع ولادو ومع مراتو. قلت له شوف انا ما غنمشي حتى بلاصو، ما غنمشي لا مع ولادو ولا مع مراتو ولا ما تيشو عيل، انا غنبقى في الدار نجلس لعندك لهنا غنبقى معاك لهنا، ما غنمشيش. عرفتني وهو داير مع شي واحد اخر خاصني نمشي نطعم تاني نمشيو عندو. صافي خويا بدار ما بغيتش ما مشيتش، هو مشى ميمشى بتما تما تا الصباح تاني ديك جويلة عشرة عجا ميم جدوش عاوتاني خرج خويا بدار. مين مين انا ستيستم ديالو صافي بحالي شنو نقول لك لا حول ولا قوة الا بالله. مين صافي طلع لينا بحال كرهتو
بقيت كنحملو بقيت كنحملو بقيت صافي قلت له انا بقيت نسالي معك قلت لي لا ما غنسالوش القصه ديالنا مساله طويله صافي انا بغيت نطلق ساليت معك بصح ما بقيتش عندي مع الزوج صافي قال لي لا انا بقيت نبقى معك وانا وعجبتيني وانا صافي مغنى وعجباتي ما يبقى يحلف لي وين صافي قلت له تعاود صافي انا حيت خليت انا غيحيدك الو تسمعك تسمعك شيماء صافي خليتها معايا هذيك صافي قلت الوالده يما ملي كتهضر معها ما كتبغيش كتمشي مع ولدها ميم با انا حشمت نقول له ميم هو مفشش بزاف عرفتي مفشش وقت المقياس الانس اللي كيمشي ناس على الرجل ديال يما بقى يحك له هنا ويلعب معاه صافي عرفتو ماشي راجل صافي واحد النهار مشيت لحوتي ملي رجعت للدار قلت له نمشي للدار صافي مشيت عند الدار الوالديه قلت له انا غنسالي صافي نيت مع با صافي با بغا يضربني ما خلاش بيا امي قلت له قتلني ولا دير لي حلمي دير بيا اللي بغيت صافي ما صافي قلت له قتلني ولا دير بيا اللي حلمي قلت له انا ما رجعش صافي انت هي اللي غنمشي للغري ما رجعتش لعندو واحد النهار انا خارجه كنتلقى واحد البنت صاحبتي صافي لقينا كنهضرو انا وياها سولتني قالت لي واش عندك شي وليدات قلت لها حقا انا كيفاش عرفتي وقالي قلت لي بصح قلت له والله قلت لي انا عندي اختي محميه كيفاش وكيفاش قلت له حلب قالت لي بصح صافي مجات للدار اللي اختها هضرت معاها بقيت كنهضر مع اختها قلت لها راه كيفاش عاودت لها مين السلمس قالت لي اختي انا بحال الناس بحال هادو عندي معاهم انا غنهنيك منو صافي مين صادت لي شغلي دفعنا به السبعه الاولى ما حضرش السبعه الثانيه حضر معايا اني كنت وقت في المحكمه كيقولوا قاضيك واش كيقولوا لا انا نرجع مراتي وانا هادي عاوتاني كيعطونا عاوتاني كيعطونا الجلسه التصلح واش نتصالحوا ولا ما نتصالحوش انا ما كنمشيش لعندو كيبقى يصيفط لي المهم الدار ديالو عمامه وعائلتو ديما ما كنمشيش انا ما كنرجعش لعندو عاوتاني نجي الجلسه الاولى عاوتاني وهاو ما كيبغيش ميم ما كيبغيش يتكلم مني صافي عاوتاني جات الجلسة الأخرية كانت بيدي وزير في المحكمة صافي دخل القاضي قلت له شوف قلت له أنا مرا ولكن دير راسك بلاصتي أنا كي كنت لقيتو راجل وقيت المسئلة ديالو عرفتو راجل أنا ما غنطلقش أش قلت له كاين شي مرا قلت له كاينة شي مرا كتخرج من الدار ديالها كاينة شي مرا كتفسد راسك تخرج الدار اي مرة اللي كتبغي مصلحة راسها لولادها وتقيس مع ولادها وتقيس مع راجلها ولكن هذا ماشي راجل قلت له دابا حل واحد اما غنطلقو يا مرحبا ما غنطلقوش قلت له حتى السن اكثر راسي نمشي على الرقبة ديالكم دابا نتوما غديرو لنا الحل صافي بقى كيشوف فيا جا هو كيف قلت له حاشا هذا ماشي راجل هذا راه زامل قلت له ما كاينش شيماء اختي حاولي من ذوك الكلمات تقوليهم شي اختي اسمح لي عفوا كنتظر واخا انزل كيكون داخل قلت له هذا ماشي راجل حمار هذا ما كيعملش كيفاش صافي دار في قال له شوف كاين قلت له اصلا شوف قلت له انا غنوريك الدليل كامل صافي كبيت ديك المصيف قلت له شوف صافي داري طلقت دابا خويا فاطر حاجه وحده كنطلبها منك عقلت على البشرة شنو هي؟ أدم ديالك أنا ساليت من ديك الشي هذاك وصافي ورجعت للدار وتعرف على واحد ولد الناس الحمد لله جبرت اللي فيه هو جبر اللي فيه عود اللي كاين هو عود اللي كاين وخصوصا ديك الرجل ديك اللي كان دار معه أصلا معنا في اللايف تحيالي مهم انا عجبني وعجبتو الحمد لله واتفقنا انا وياه ولكن حاجه واحده خويا بطر الوالد ديالي ما بغاش وهو راه كيزرب عليا حقا حيت انا ما كنجيوش المغرب لحسن ما نمشي لهولندا
غنمشي لهولندا وهو كيقول لي انا خصني نعبي القدام دابا قدام رمضان زعما. قال له بابا كي ما بغيتش تعطيني قدام رمضان نعبيك مول العيد الصغير. قلت له بابا حييني فيه ما بغاش، حيت انا واخا جمعت الورق كيطلب لي الوالد ديالي ضروري محلة مدنية. دابا هو ما بغيش يعطيني محلة مدنية وما بغيش يستعد معايا. علاش يعطيك الحلم؟ شنو باغي دير بحالها المدنية؟ حيت انا ملي كنجمع الورق مثلا نجمع الورق كيقول لي ضروري خص امن الامر ديالك، حيت ملي تقول لي با متوفي كيقول لي ناس شهاده الوفاء كيقول لي ضروري خص تحضر على الامر الباك ديالك، والامن ديالك هو الوالد. لا علاش؟ يقول لي علاش؟ حنا الوالد ديالك علاش؟ حيت ضروري كيقول لك حنا ما يمكنناش نديروك شي حاجه ما كاينش الوالد ديالك، خصنا انت مطلقه ما يمكنناش حنا نعطيوك الورق، خص الورق ضروري يحضر معانا الوالد ديالك. شكون هذا اللي يعطيك الورق خاص الوالد ديالك؟ شكون ملي هذا اللي كنمشي للقيادة ما كاينش ملي اختي هاد كنمشي الهضره هادي للقيادة اختي اختي تمشي تاخدي اوراقك الصحه وما ماشي نعطيهم بالضروره لي، شنو هو؟ مشيت خديت أوراقي اها الإدارة عطاهم لي اه جبت الأوراق ديالي، اه ولكن كطلع المحكمة مكيبغاوش شنو اللي ما تيبغيش؟ مكيبغاوش يسنيني العود مكيبغاوش، يقولو ضروري خصك يكون معاك الباك. لا 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 ميمكنناش ماشي بالضروره اختي، لا 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 ما كاينش هاد الهضره هادي. بيتو 18 عام اختي، فايتها 18 عام ما محقش شي واحد يقول لك حقا، يمكن تجيبي شي راجل يشهد شي وحدين يشهدوا معاك شي كيف ما كان، اما باش تقولي لي خاص ضروري يكون باك ما كايناش في القانون خاص ضروري يكون باك، راه تقدري تجوجي راسك براسك. اسمح لي خويا بدر قطعك، خويا بدر كيك نتفق معاك ولكن كيك عندي لاكارت، كيك عندي لاكارت واخا غير نحتاج راسي بيدي، ولكن ملي ما عندكش لاكارت ضروري خصو يخرج باك. كيفاش لاكارت؟ دابا انت ما عندكش لاكارت، سيك ديري لاكارت. مازال ما عنديش. وفي الحالة المدنية باش غنجيب الحالة المدنية؟ وانت باش تجوجتي في الاول؟ ايوا جوزني با جوز بشهادة السكنة، بوراق شهادة السكنة. ما فهمتش، دابا انت اصلا ما عندكش لاكارت؟ مازال ما عنديش لاكارت. انا مش عارف عمرك دابا دخلت 19 عام. اه اوكي واخا اها كملي لي اختي. هي هذيك دابا خصني انا قلت له عطيني لك عطيني الورق ديال الحمد لله يجمع الورق ديالي، بحيث ملي كطلع عدل عادي غتجمعهم من هنا، ملي كطلع الفرن ما كيبقاوش كيقولوا انت مالكش لاكارت خص ضروري يكون الامر ديالك. كتقول لهم باك يقول لك باك يجيب معاك باك ولا امك ولا خوك. يمكن لك تقاد دي اختي لاكارت. اه ما عندكش لاكارت صافي كملي لي. اه عندك الصح، عندك الصح، عندك الصح، ضروري خاص كتير. واخا وباك دابا ما بغاش يعطيك الحاله المدنيه ما بغاش، كيقول لي ضيعتي لي هذاك ميتك، ضيعتي لي الكنز ميتي. انت كنهضر ضيعتي لي الكنز ميتي، حيت انا قلت لك طاح بلي الفلوس ما غير كيعطيها الفلوس. دابا هو اللي محرش عليا كيقول له ما تساعدهاش، وانا عارفه هو كيقول له هكا، كيقول له عندك اللي بغيت. ولكن لاكارت شوفي ما يمكنش تتزوجي بشهاده السكنه على ما اظن في الزواج لا الاول. خويا لا لا خويا آه. بدر تزوجت انا بشهاده السكنه أول مرة نعرف هذه الصراحة. شات إيوا أنا قلت هذاك شي قصير قصير ما عرفتش ضروري تكون عشان علاقات نصر ولا السكنة كتعمل فيها التصويرة ديالك كيطلع عليك القايد كتجوج. أها كيطلع معاك وين كتجوج، ولكن دابا ما بغاش قالوا لي ميمكن لا يستر لك، ولكن الحالة المدنية ما بغاش عييت فيه ما بغاش. هذا وقفت معاه وجاوا عمامي لعائلتي كاملة هضرت معاه البنت سهر عليها الله تمشي ما بغاش. دابا انا حاجه خويا بطل هو علاش ما بغاش؟ شنو هو السبب اللي تعطيك؟ كيقول لي ديا كيقول لي ضيعتيني الكلس ميتي، زعما ضيعتك ضيعتي ديك الراجل ميتك ما عرفك ما تعرفني صافي. حيت ما حيت هذاك السيد طلقتي ما عمرك تعاودي تزوجي. اه ما تزوجش. اه كيقول لي ضيعتيني الكلس ميتي حيت حقك كيعطي الفلوس هذاك زعما بوحدو عنده الاموال عنده الفلوس غير بوحدو عند والدي. لا اله الا الله. باش انا قلت لك تلقى الحل في الوالدة وما تلقاش في الوالد. واخا بغيتينا نهضروا معاه ياك؟ اه بغيتكم تهضروا معاه. عطيت من البشرة قالت لي في التيرا طافي التليفون طافيه. ما عندكش شي نمرة أخرى؟ ما عندكش شي نمرة أخرى؟ أي لا عنده غير نمرة واحدة، هو عنده نوكيا ما عندوش البصمات. واخا أدمين بشرى تواصلت معاه ديجا ولا لا؟ معرفتش، هضرت أدمين بشرى جاوبك واش هضر معاك الادمين بوسرة باش نصونيو عليه ولا لا؟